الختام والختام دائما مسك مع ليلى الشواي فقرة نجوم ونجوم. وضيف مميز عندنا اليوم مع ليلى الشواي فقرة نجوم ونجوم ياك. نعم سميرة، حاضر معنا اليوم فنان جد متميز جد طموح. أنا تبعت المسيرة الفنية ديالو تبارك الله، فأنت شقيتي طريقك بكل قوة وبتميز، فمرحبا بك معنا معتز الصباحية الدوزام. الله يبارك فيك. كنا منتظرين الحضور ديالك هذه مدة، ولكن الحمد لله عرفنا الجديد. أنا أسعد الحضور ديالي معكم. إذا معتز، أنت من مواليد مدينة تطوان، كملتي الدراسة ديالك وحصلتي على شهادة تقني متخصص في الإعلاميات، من بعد تشهرتي وتعرف الاسم ديالك كثير بالخليج من خلال برنامج غنيها وعليها. إذا هنا تبارك الله عليك، يعني تشهرتي وعرفناك كذلك من المغرب، عرفنا بأنك كنتي مشارك في هذا البرنامج. عملتي أكثر تقريبا مع 10 ديال الأغاني ديالك، وكذلك تهي سمعنا عليها في المجموعة ديال الإذاعات المغربية. فشنا هي الأعمال الجديدة ديالك اللي جاي اليوم تقدمها لكل المشاهدين قبل ما نسمعوا شي حاجه من صوتك؟ ان شاء الله. هو هذه حصيله عمل 3 سنوات من الاعمال جمعتها في البوم، هو اول البوم غنائي بعنوان عطيناهم دقيقه. هو اول البوم نزل هذه تقريبا واحد شهر، اللي ضم 10 ديال الاغاني اللي نفذتهم في خلال 3 سنوات. واليوم هو بين ايديكم، هو هذا الالبوم الجديد ديالك بالضبط. إذا في أغاني هي كلها مغربية؟ كلها مغربية، 9 الأغاني مغربية وأغنية خليجية. أغنية واحدة؟ أغنية خليجية، بحكم أني كنت برنامج يعني في الخليج وكان على قناة خليجية. فيعني عندي متابعين من الخليج. نفذت لهم أغنية خليجية. ممتاز، نقدروا نسمعوا منها شي حاجة اليوم؟ نقدروا نسمعوا شي باش نقربوا المشاهدين من اللون الموسيقي اللي اختاريتي في هذا الألبوم هذا؟ طبعا نقولوا لما به، كلمات ولحن فيصل بن حمد وتوزيع حسن يحيى، توزعت في السعودية. تفضل. قولوا لما بي ارجع لما بي واعد عذابي واغلط ثاني مرة اتعب لحبي حرة بقلبي ما بي في دربي خلى بقلبي جمرة قولوا له خلاص ما أبيه ما أبي أفكر فيه ما أبي أشوف وجهه خلوا قلب الغير يعطي. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك. شكرا. الله يبارك. كاين في هذا الألبوم هذا كاين أغاني مغربية، أنا صح. سمعت الوحدة منها اللي هي كنظل الأولى اللي كاينة عطيناهم دقيقة. عطيناهم دقيقة فهي جميلة بزاف، فهي من الكلمات ديالك؟ هي كلماتي وألحاني وتوزيع بلال افريكانو. ممتاز. انت كنت عندك معتز فرصه كبيره بزاف انك يعني تبقى في الخليج وتعمل الاسم ديالك في الخليج، ولكن قررتي انك تدخل المغرب، علاش هذا الاختيار هذا؟ هو من بعد التاهل ديالي لنهائيات غنيها وعليها، ومن بعد ما كملنا البرنامج كان عندي عقد مع الشركه المنتجه، واللي هي شركه معروفه دابا منضم لي اهم المطربين ديالنا الشباب المغاربه. وقعوا بعض المشاكل اللي يعني انت سنيتي معاهم على اساس 15 سنه على تقريبا 15 عام، يعني عقد احتكاري، ولكن وقعوا شي مشاكل. كان انا كنت كتم على الموضوع ما كتبش الموضوع كاع ما كمل الموضوع كاع ما كمل، ورجعت المغرب يعني عادي بلادي، انا عادي غنرجع فيما مشيت وجود بالتاكيد غنرجع لبلادي، ورجعت نبدا من ازيرو يعني من جديد. لا ماشي من الزيرو ان شاء الله. علاش؟ هو يعني في التعبير هكذا كيكون، ولكن هكذا الحمد لله عندك تجربه موراك وعندك يعني واحد الشهره، الناس تيعرفوك في المغرب كذلك بزاف في الخليج. هاد الصوت ومؤهلات فنيه واعره يعني تبارك الله كبيره. الله يسلمك. معتز، عرفت بانك كتوجد الفيديو كليب جديد ديالك، الاغنيه من هاد الاغاني هذه؟ ايه ان شاء الله غتكون اغنيه من هاد الاغاني الالبوم ان شاء الله، من الالبوم عطيناهم دقيقه. كنتوقع ان تكون هي عنوان الالبوم. كنتوقع ان تكون عطيناهم دقيقه مع طبعا مع الصديقه اللي مرافقاني في المسيره الفنيه ديالي، المصممه الصديقه نسرين يحيى. عطينا لهم دقيقه هي اغنيه كذلك سمعنا عليها بزاف في مجموعه ديال الاذاعات اللي عملتي لها الاشهار ديالها، نبغوا نسمعوا منها كذلك شويه الا سمحتي. الله يودي. يلا تفضل. صحبتهم خسارة وعشرتهم مرارة فبنادم سمسارة
ما بقت لي فيهم ثقة، يعطيناهم دقيقة داروا لينا شقيقة، عطيناهم النخال باتت فيهم حريقة. إذا هذه الأغنية هي اللي سمعناها كثير في الإذاعات المغربية، تبارك الله عليك، مؤخرا نزلت بزاف. إذا نرجعوا للعائلة ديال المعتز، أنا عرفت العائلة ديالك هي كانت كتسمع هي الأغاني الطربية يعني، وكتسمع التراث الأصيل، فواش أنت يعني خديتي منهم هاد أنا في الحقيقة العائلة ديالي كيهتموا بالموسيقى بزاف، خصوصا الأخت ديالك كنظن. الأخت ديالي هي أول وحدة، كنوجه لها تحية، الأخت ديالي وسيمة هي أول وحدة بدينا كنغنيو أنا وياها في الطفولة. إلا أني أنا اخترت طريق الفن، ما عندي حتى شخص في العائلة يعني محترف الموسيقى أو الفن بأي شكل إلا أنا، يعني كان خديت أنا البادرة في العائلة، بغيت أنا نغير. يعني العائلة عندها أذن موسيقية، تتحب الفن، تتعشق الفن. من دائما طبعا، من دائما كنستشرهم في جميع الحاجات اللي كنبغي ننفذهم كنستشرهم فيها. شنو الحاجه اللي كتصر عليها في الاغاني ديالك؟ واش كتكون يعني كتصر على الكلمات تكون يعني متميزه، واش اللحن، واش تكون يعني اللون شبابي يكون متوجه للشباب، ولا يعني شنو الحاجه اللي كتركز عليها في الاغاني ديالك قبل ما تصدرها؟ عموما اللون الشبابي احنا مضطرين، هذه هي الموجه. انا مصر على الكلمه. إلى لاحظنا في الألبوم عندنا عطيناهم دقيقة، عندنا اللي فيه شي فز كيقفز، أغنية من الألبوم عندنا طمع طاعون، عندنا رمية سحورك، هاد الأغاني فيهم كلمات من هاد يعني من جيلنا، يعني كنقولهم ومتداولين يوميا كندولهم. فأنا كنصر على الكلمة، حيث الكلمة تقريبا هي أول حاجة كنلتقطوها في الأغنية، إضافة للإيقاعات. ممتاز. نبغونا كذلك نعرفوا شنو المشاريع ديالك الجايه، عرفت بان البوم صافي هو كاين، الفيديو كليب راه موجود، غادي يوجد قريبا ان شاء الله، شنو كاين شي سهرات جايه؟ المفروض ان شاء الله سهرات، طبعا راس العام ان شاء الله غادي يكون فاس، كنحتفل تقريبا كل سنه في مدينه فاس، وكننفذ اغنيه لمدينه تطوان والفريق مدينه تطوان اللي سبق غنيتي عليهم. ياك سبق قدمت اغنيه، ولكن هذه الاغنيه اللي غنقدمها طبعا في المونديال ايتو هي كلمات محمد المرضي. طبعا محمد المرضي كان الاستاذ ديالي، كان كيدربني في الطفوله، اللي كنوجه له تحيه، ومن الالحان ديالي وتوزيع هاني الغيام. هذه الاغنيه ان شاء الله غتنزل قريب بمناسبه تاهل الفريق التطواني للمونديال ايتو ان شاء الله بالتوفيق معتز. ولا بدا ما نختموا بشي حاجه من صوتك اليوم هي اللي نمتعوا بها ان شاء الله يا كسامير المشاهدين. قبل من ذلك غادي نقول غير المشاهدين بان حلقه جديده في انتظاركم غدا ان شاء الله، غادي يكون فيها الدكتور حسن بودرار في الفقره الصحيه، كوتش منى الصباحي في فقره بيني وبينك، الكل والمزيد صباحي الدزام، نهاركم مبروك، ونسمعوا سي معتز في الختام. شكرا، نقدم لكم مقطع من اغنيه اللي فيها شي فز كيقفز. تفضل. ولا تحس بيني غنيت عليك، ماشي انتوما هي. تفضل. على زينك ولا كحول عينيك، خليتها اغنيه شرف ليك، وكل ما تسمعيها تتنرفز، واللي فيه شي فز كيقفز، شوفك شوفه من ارضك تتهز، تقدري تضحكي على قاع الناس عليا، اللي راه انا معتز.